أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حروف وطن، حرف فلسطيني جديد. هذه البلدة الفلسطينية تعد من الكرة أو البلاد التابعة لمحافظة جنين، هي للشرق من جنين. اسم هذه البلدة الزبابدي، زي ما بيحكوا عنا باللهجة الفلاحية الزبابدي. منين أجت كلمة الزبابدي؟ الموضوع في زبدي في سمني ما بنعرف. على كل حال، هذه البلدة احنا وياكم هسه رايحين ندخل عليها، او زي ما بنكون نشت عليها ونسأل اهلها عن تسميتها، شو بوشلوا شو بشربوا كيف عايشين كيف مدبرين حالهم الناس اللي هان. هودوا معي على البلد، يلا. نافذ ابو شرخ مقدم هالبرنامج ستيل غلبي، وين في ختيار قاعد لحاله سارح، شايف سارح في همومه وسارح في مشاكله. نعم. طيب، ركبنا النظارات وقعدنا بين هالختياريه هاللحيه الغانمي وهاللحيه الغانمي. ابو ايش البرجيه؟ ابو الياس. ابو الياس وابو ايش؟ ابو سمير يا اخوي. ابو سمير، كنكم رفقه وصحبه انتم؟ رفقه وصحبه. ولا كرايب؟ رفقه ماتت والصحبه راحت. الرفقه ما هذا زعلان منك. شايف كيف؟ بقول لك الرفقه راحت والصحبه ماتت. خلي كله خليه يحب على راسه. يحب، ها بدك تحب على راسه. على كل حال، انت قلت لي من دار مين؟ انا ابو الياس. ابو الياس. اسمك ايش هو؟ مشهور عوض. مشهور عوض. عيلة عوض يعني؟ عيلة داود. عيلة داود. وانت؟ سعيد. من دار سعيد. داود وسعيد. وسعيد خربوا البلد. خربوا البلد بكل. على كل حال، على كل حال، من ربع كله. انتوا اثنين من الزبابدي؟ من ربع كله. اني عيلة اقدم في الزبابدي، عوض ولا داود ولا سعيد؟ سعيد. هي منيح ابو هاي، اعترف لكم انكم عتكية في البلد. خوف. خوف. ليش؟ لكن انت تبطحوا زمان وكادين لهم في المبطحة؟ جاي اقوى منهم. جاي اقوى منهم. فردش عليه، انا بدنا من بطحه. كديش عمر البرتشي؟ 72. 72، كديش عمر البرتشي؟ 67. هسه صغير الحج، شاب 67. شو بدي؟ يا بط. ابن مبادر. طيب. معي هدية. الحج موجودة ام ولا نعم متوفية؟ نعم موجودة. موجودة. وانت موجودة ولا متوفية؟ لا الحمد لله. طيب. الاولى ولا الثانية؟ لا الاولى. الاولى ولا الثانية؟ لا بيش ثانية يعني عنا. طيب فيش ثانية. انت مربع كلمة؟ من اي بلد انت؟ انا دائما بيسألوني من اي بلد. انا قريب منكم، من حواليكم، حواليكم هانيش من هالنواحي. وين يعني؟ من لهجتي لازم تعرفني. كبلاوي. كبلاوي يعني من كبلة. كبلة يعني الجنوب. على كل حال، معانا هدية، والهدية زي ما بقولوا الفلاحين مش بقيمتها المادية. الهدية لو بكت ببلا يعني شو ما بكت بضلها هدية. بس هذه عليها سؤال، هيا بدنا نحطها ونشوف. انا بدي اخذها، هذه مقدمة من هوند الانتاج الفني. عليها سؤال، قلنا عيلة سعيد اقدم من عيلة داود في البلد. طيب عندهم زيتون اشطر منكم ولا انت اشطر منهم؟ تقريبا قد بعض. قد بعض. اشم تنجي بيساوي كل سنه ولا بطلوا يزرعوا ويكلعوا ويعملوا زيتون؟ ولا ما زرعوا بالسنين هاي السنين زيتون هذا. فيش زيتون السنه؟ ولا ما في. ما زرع لا كمحات ولا قطاني ولا شيء؟ لا زرعنا كمح وبرسيم وكل شيء. وانت بتزرع ولا بطلت؟ بلا 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 بلا. الكم زمان اصحاب مع بعض بتتلاقوا ولا صدفه جمعتكم؟ ما لكم لا بالجمعه. يا حبيبي يا جماعه، ما لكم تجمعتوا على ابو؟ ما في شيء. خليك يا زلمه، فلتك منهم شباب اليوم هذول. ما لكم يا زلمه، خليك مع المذاكره. خليك شباب اليوم، فلتك منهم يا زلمه. خليك مع الزلمه. هسه قلت لي 72 سنه قضيت انشلن في الزبابدي. بالزبابدي. في الزبابدي. لما تجوزت قد ايه بك عمرك؟ 28 من 72 بدك تكون 46 سنة، يعني هيك 44 سنة لك متجوز؟ اي نعم.
44 سنة لك ما قلت له ما فيش تسوات وشغلات زي هذه على الخفيف على الخفيف على الميسور آه. على الميسور على كل الحال من كل منين اجى اسم الزبابدي ايش بقول يا عمي من الزبده باكي فيها زبده البلدي تلبن وتجبن معقوله بالضمير انت 72 سنه وبسالك انا ابن امبارح لسه باكي تلبن وتجبن هي تطلع زبده اسمها بالاول اساسي زبلون شو هي زبلون زبلون بعدين حولها زبابدي خلينا نشوف ضاد سعيد شو بك اسمها عند ضاد داود الزبلون وانت شو بك اسمها عندكم زبلون زبلون من ايش طلعت زبلون هذه بغت خربي اسمها زبلون شو يعني اسم يوناني كنعاني روماني كنعاني 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 طيب بدي سؤال نعطيكم الهديه عادت بكدي طولت اشتيل على اشتيل غلبي بكدي بكدي يا ابو ايوب ابو ايش قلنا ابو الياس بكدي يا ابو الياس هسه لو جينا قلنا قديش عدد سكان الزبابدي يا طويل العمر والله هسه عيادة كبيرة يلا بدك تعد لي اياهم من الصغير للكبير حاليا قال مقمط في السرير حاليا ولا حاليا قديش عدد سكان الزبابدي ربعهم واقف هيها 4000 نسمة في 4000 نسمة 4000 بكون 4000 بتأيدون في 4 وشوي ابو ايش قلنا انت سمير ابو سمير بكون 4000 نسمة ابو الياس يا زلمه هذول ضاد سعيد 4000 لحال 4800 وروح تطلع بالطابو روح تطلع بالطابو انت شو بعرفك شبب البارحه شو بعرفك انت يا زلمه شو بعرفك انت زي الختاني بتعني 4000 هذا كلمه نهائيه انت تقول 4800 الإجابة الصحيحة بالنسبة لعدد سكان الزبابدي أول شيء أنا شو دخلني في هالقصة استنى شوية وينك رايح أنا بديش أشرب لا أنا بديش أشرب الإجابة الصحيحة لسكان الزبابدي لغاية الآن الإحصائية ما جتناش من البلدية قالوا لنا هسه بنودي لكم إياها معانا أشرف هذا الثاني بيعرف ما بيعرف إيش بعرف بتعرف قد عدد سكان الزبابدي 4.5 الحارة الغربية لا لا الحارة انت من الحارة الغربية ولا الشرقية؟ انا من الشرقية وانت من الشرقية؟ انا هون من النص هذا هون اله هون كل شيء عنده هون وتجوزه قاعد على الكرسي هون هون مضبوط انا تجوزه قاعد هون قاعد هون انت؟ وانا بدي اكون من هون وهي خليك هون لا 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 ابدا لا 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 خليك هون طب خلينا كوم لا اطلع يعني انا في الزبابدي يا جماعه الخير هاللحى الغانمي ابو الياس وابو سمير انا ما دخلني شايل هديه وتخلصوا يعطيكم العافيه بعدنا في بلدة الزبابدي وزي ما قلنا لكم مندور على الختيالية أو ناسب كجاي بس حسين الجماعة اللي قاعدين موجودين ضيوف جايين على الزبابدي كلنا نمسكهم وندردش احنا وياهم الحكوني جاي يعطيكم العافية سلام عليكم ما حدا كاين خليكم على القاعدة هذه بسطة الدكانة القاعدة عليها ما شاء الله ما شاء الله عنها كيف حالكم؟ كل شيء في الزبابدي بصير وعدوا من هان لهناك كلهم منصير كلياتهم منصير ضيوف على الزبابدي ضيوف وقاعدين على جنب الشارع هانا كل واحد ايش داير وجهه لغربه شي لكبلي كل منو سارح في شغله نتعرف عليك انت اول شيء خفلتك من احكي وائل رشيد منصير وائل رشيد منصير انت داير وجهك لكبلي لهناك او سارح لكبلي لهالدرجه هموم الدنيا عندك والله انا موظف
خلاص عرفنا همك اللي بعده. ما دامك موظف عرفنا همك. نتعرف عليك. محمد وشاحي. محمد وشاحي. 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 محمد وشاحي. من صير. اه صحيح. انت قاعد وجهك للشمال. اخر شيء ضل معك. شو بتشتغل انت؟ بشتغل موظف. موظف؟ همك زي همه؟ زي همه. يا حسين تكلم. تشوي الكلب انتوا الموظفين. لا اسمع موظف. خليك معي. قطاع خاص؟ قطاع خاص. ما سجلنا يعني هذا هذا اللي بنبكي عليه، انت بنحكش. هاي اخر شيء يعني ضل. انت انت هيئتك لا قطاع خاص ولا قطاع ولا انت هيئتك قطاع الحصاد يبين عليك. اتعرف عليك. غازي عبد الله مستوى رشيد. رشيد؟ نعم. شو بتشتغل؟ سائق سيارة. سائق سيارة؟ ومزارع. مزارع فيها تراكتور الشغلة. لا مبين عليك. زارع وكالع تامستو. ابدا. هذول الشيبات ما طلعنش لله. ابدا. هسا ابو ايش قلنا؟ ابو حسني. ابو حسني وابو ايش؟ ابو نضال. ابو نضال وابو ابو عبد الله. ابو عبد الله. هسا انتوا قاعدين في الزبابدي. بتعرفوا كم عيلة فيها الزبابدي؟ انت قاعد في الزبابدي هنا. وراكي. وهيك المي البالده، الماء والخضراء ووجه ابو ايش قلنا هو؟ وجه الحسن. ابو ايش البلد؟ ابو نضال. ابو عبد الله وانت ابو نضال، انت موظف قطاع عام وقطاع خاص. المهم قلنا كم عيله فيها الزبابدي؟ اربع عيال. والله ما بعرف. ولا خمس عيال؟ ولا ست عيال؟ ست عيال. لا اله الا الله. هي بغششوكم اهل الزبابدي. فيها عيلتين. طيب. عائلتين ما هي واقفين اللي جنب كمل اربع عيال مسيحي ومسلمين بس عائلة مسيحية وعائلة مسلمين مش هيك تفصل فيها مسيحيين وفيها طيب انت بتحكي مسيحية مسلمين طبعا انت عارف قديش النسبة هنا 30% مسيحية 30% تعال وشوشكم السؤال مشان اللي من الزبابدي ما يسمعناش تعالوا هوبجو هوبجو جاي عدد سكان مع اهل صير احنا يا جماعة الخير في الزبابدي بس الجماعة من صير صير قضا وين هي؟ قضا جنين قضا جنين غرب الزبابدي ولا شرقها؟ جنوب جنوبها قبلي جنوب جنوب قبلي كلكم متجوزين؟ كلياتنا هذا قلوبكم مشويه مشويه قلوب مشويه والله انت كلبك مشوي وطافي اه والله بثني ما هو يا خال بده يثني بده يثني طيب عدد سكان الزباب 4000 ولا 5000 ولا 6000 غير اللي واقفين هذا نازل 4 الا شوي 4 الا يتجاوز 4 الا شوي ابو حسن 4 الا يتجاوز 4 وانت 4 الا شوي 4 الا شوي تقول 5000 لا لا تقول 5 مع المراعاة لا 4 الا شوي 4 الا شوي احصائي 97 كانوا 2800 تقريبا 4 الا شوي فالزيادة السنوية 3% تراكمية يعني 4000 شو ترى تعرف الفلاحين ما اشتروهم في الخلفي في سنه بتضربهم في ذيك اليمون اليمون عندها نسبه 3.5 خلينا نقول او اسود هو تقريبا بنقول 3% الزبابدي الزبابدي بيشتروش يعني بخلفوا اشطر في بلدكم لا لا قد الزبابدي تقريبا عندنا اشطر نسبه في اليمون وفي جبع وفي عكابه بعدين بتيجي احنا في الزبابدي في على كل الحال 4000 5000 6000 4 4 لا 4 4 استاذ اشرف انا اقرب واحد على الاجابه 4 4 اعطيني الهديه 4 وحطينا النظارات وهذه الهدية مقدمة من هوندا الإنتاج الفني أوه. طبعاً اللي أعطى الإجابة أنه فيكم اللي كان أربعة وائل خليكم معي شوية يا جماعة الخير هاي الهدية وأنا بتدخلش السلام عليكم ما زلنا أعزائي المشاهدين في بلدة الزبابدي هذا الحلف الفلسطيني الجميل دخلنا إلى منتزه بلدية الزبابدي وصادف اليوم وجود أيضا المهرجان الزبابدي الثالث للفنون والثقافة اللي يعقد كل سنة فيه ومعانا رئيس بلدية الزبابدي إحنا المفروض أن نكون إحنا بمكتبه لكن حظنا الجميل وحظكم اللي أحلى من حلو زي ما بقولوا عنا إنه تصادف المهرجان وموجود الأخ فيكتور بالمهرجان يعطيك العافية الله. نتعرف عليك أول إشي بالاسم فيكتور خضر سعيد رئيس بلدية الزبابدي رئيس بلدية الزبابدي
يعطيك العافية. السؤال المعتاد، احنا بعرفش اذا عندك معلومات، مع انه سالنا الناس عنه، بس انه اسم الزبابدي صحيح زي ما بيحكي انه زبدي ومش عارف ايش الزبابدي؟ هو الاصح انه هذا هو، ان هي من زبدي، ماخوذه من زبدي، لانه كان فيها ارضها خصبي وبتنتج اعشاب، وهي الاعشاب طبعا بترعاها الماشي، ومن جودة الأعشاب وجودة الماشي كانت الدر حليب، والحليب هذا طبعا يخذوه الفلاحين، يخذوه الفلاحين، يكون دسمي جدا جدا، ومن هون أجت تسمية. طيب أخ فيكتور، لو حكيت لك كديش عدد سكان الزبابدي اللي بتشملهم خدمات البلدية؟ عدد سكان الزبابدي اللي بتشملهم خدمات البلدية 5500 نسمة. 5500 نسمة. 5500 نسمة. أهل 4000 سكان الزبابدي. أها. و1500 طالب وطالبة اللي بتعلموا في الجامعة العربية الأمريكية. حلو كتير. بيسكنوا في الزبابدي وبتلقوا خدمات الزبابدي اللي بتلقوها المواطنين كلهم. طيب يا أخ فيكتور، بدي أسألك برضو، العيلات اللي موجودة في البلد كم عيلة؟ من الكبير ونزل في الزبابدي في 13 عيلة. إذا ممكن أسمي لحد 5 6 7 8 والباقي مش ذاكر، مش ذاكرهم، أما في أنا 13 عيلة. وأهل البلد فيش بيشتغلوا؟ بعدين أهل البلد تجيبوا لكم حق الكهرباء والمية. أهل البلد بيعتمدوا أكثر إشي على الوظيفة. حلو. الخاصة والعامة. طبعا في الجامعة العربية الأمريكية في عندنا حوالي، نشكر الله، في عندنا كمان 60-70 وظيفة. في 10% من السكان بيعتمدوا على التجارة. التجارة. وعدد بسيط جدا بيعتمد على الزراعة. للأسف. طيب الزراعة ضعيفة. فيكتور، كيف الكهرباء في البلد؟ الكهرباء ممتازة. كل الدول واصلتهم كهرباء؟ أكيد أكيد. أسعاركم منيحة؟ أسعارنا لا، غالية شوي. غالية شوي. غالية شوي، بس بدي أنا أقول لأهل البلد إنه الأسعار الغالية اللي المصاري تدفعوها بترجع لكم. ترجع لكم. نخدمكم فيها. أكيد. والمية كيفين هي؟ المية صعبة. بيارة ولا شبكة مية؟ في عندنا بيارة، بيارة الجمع في عندنا. بيارة الجمع. بس في عندنا شبكة مية جيدة. ولكن حصة البلد في الزبابدي ضعيفة جدا. ضعيفة. وعندنا مشاكل في المية. الشوارع كيف في البلد؟ كلها مزفتة ولا في لسه الأجوار ومطبات؟ لا لا لا، الشوارع 50% منها مزفت، لسه في بعد 50-60% لسه. قلتوا بدنا نزفتهم، رفعتوا لحد، حكيتوا لحد؟ نتمنى التمويل يطلع كل اللي في قلبك. انا بطلع كله، احنا كله اللي عندي على الحكومه، اللي عندي على الحكومه، الحكومه تجيب اموال ومنح وقدمتوا على مشاريع وبتستنوا فرج الله. بالضبط 100%. طيب الصرف الصحي كيف؟ صرف الصحي حدث ولا حرج، ما في صرف صحي للأسف. ما في؟ اجي بعدنا على الجوار؟ بعدنا على الجوار. طب ما في بيارة، هذا نخش على بعضه شو بصير عندنا؟ هذه هي المصيبة الكبرى. هاي المصيبة الكبرى. والناس أنا بدي أقول للناس إنه قربوا، إذا ما شربناش إحنا من مجارينا للأسف بشربوا أولادنا إذا بنضل على نفس الوضع. هيك يعني. طب الخدمات الصحية؟ طب هالناس اللي راح تشرب وتتلوث بدها تروح تتداوى، في عندكم عيادات؟ في عندكم مستوصفات؟ عيادتين. عندنا عيادتين، عيادة صحية حكومية بتقدم خدمات بسيطة للأسف. نسعى إن شاء الله إنه نطورها. بالدوام 24 ساعة؟ بالدوام، دوام عادي، دوام عادي، دوام حكومي عادي، دوام عادي. طيب فيكتور، بدي أسألك السؤال اللي بسأله لكل رؤساء البلديات، وأنت قاعد وأنت في المهرجان وأنت في الدار وانت معطل اليوم هيك وطالع خلاوي، بتقول والله يا جماعة الخير هذه الشغلة ناقصة الزبابدي، يا ريت تطلع في دعم لها. شو هالشغلة اللي ناقصة الزبابدي؟ هي يعني هي مستحوذة على تفكيرك وماخذ سلم الأولويات زي ما بقول. شوف، الزبابدي مثلها مثل باقي بلاد الضفة الغربية. الاحتياجات كثيرة والتمنيات كثيرة، ولكن الإمكانيات والواردات ضعيفة جدا. كل إنسان، أنا متأكد، كل رئيس بلدية وكل مواطن بتمنى إنه بلده تكون مدينة ومركز مدينة فيها كل الخدمات، وفيها شو بدي أقول لك، فيها مركز ثقافي، فيها شو بدي يعني، كل إنسان بتمنى هيك. أنا بتمنى إني أقدم بنية تحتية كاملة لأهل البلد قبل كل شيء. لا، لأهل البلد. البنية التحتية هي الشوارع. طيب. صرف صحي. هذا المهرجان أو هذا الثالث، كل سنة أنتم بتساووه؟ أيوه. كل سنة بتساووه؟ بيعود عليكم منه شيء؟ لا 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 لا. على فيض الكريم هيك؟ ما بيعود. تصرفوا من جهتكم؟ العائدات بسيطة جدا. والمتبرعين
لا يا دوب بتغطي النفقات لا يعني. ما بتغطي النفقات لسه من صندوق البلديه طبعا فيه يعني بتساعده بنحط احنا موازنه سنويه للمهرجان. ابو ايش البلد ابو جوني ابو جوني اهلا وسهلا بكم يعطيك العافيه وبارك الله فيك تستمتعوا بالمهرجان الله يخليك جهودكم مبادرتي. اعزائي المشاهدين خليكم مع نافذ لسه بقله الزبابدي وين راح نروح في مهرجان حلو باين في دبتشه بجوز نشعللها معاكم الحكومه. يعطيك العافية الله يعافيك شايفك واقف وحاط لابتوب والتكنولوجيا وكل اللي عندك من قبل 2000 سنة يا سيدي حياك الله نتعرف عليك أول شيء الفنان يوسف جلبوش من وين يا أبو يا يوسف؟ قرية ملكي جنين ملكي جنين وجاي يشارك في مهرجان الزبابدي طيب هذا كله شغلك؟ كله شغل هاي لوحات تراثية بتمثل شو بتمثلها؟ البيوت الفلسطينية القديمة بيوتنا القديمة هذه اللوحات مواد تراب من تراب عاملة صنع منها تربة الطوابين والتربة القديمة اللي بيخلطوها مع تبن مع تبن ايوه هذه شغل الخليل وبنتعاون معهم نلونهم اياها اما هذه اللوحات البيوت القديمة كل شغلها وهذا اثار هذه برضه شغل جديد حديث شغل بس تقليد حديث. للقديم تقليد للقديم تحف طينية طبعا بدون حركة بدون شوي احنا فتشناها اثر طلعت هذه تقريبا تقريبا وهذا الجرار وهذا الجرار هذه بس معرض ولا بتبيعها انا لو واحد بده يجلى للبيع وللعرض للبيع ولا اوعدتونا اسعاركم غاليه لا اسعارنا الحمد لله ابو جلبوشه اوعدتونا اسعاركم غاليه بتهربوا الناس من المعرض ضاعوا ديروا بالكم على كل حال الفنان ابو جلبوش يعطيك العافيه خليكم مع نافذ وهينا بنلف قاعدين في المعرض يلا الحقوني بعدنا جوا المهرجان جوا المعرض وهي قدامنا هنا شغلات تطريز وشغل نساوين بس شغل مرتب واقفي اختنا هون ما بنعرفش منين هي من الزبابدي من برا شغلها مش شغلها على كل حال هي بتعرف عن حالها يعطيش العافيه السلام عليكم فدوى بشير ساك الله من مدينه جنين ساك الله ساك الله مدينه جنين ساك الله أمناس الحمد لله من الزبابدي أهلا وسهلا لا أنا ساك طيب. الله استضافونا أهل الزبابدي طيب ساك الله أيام هذه الشغلات أيوه طيب قولي لي هذا شغلك ولا شغل مساوين البلد؟ كله شغلك؟ كل شغلي وين تعملتي هذا كله ياك؟ والله هسه هذا الجزدان شغله؟ كل شغله وحتى تركيبه تركيبه حتى تركيبه تطريز هذا كله ياته على إيه؟ تطريز يدوي أسعارك غالية ولا منيحة؟ لا الحمد لله منيحة منيحة لأنه شو عامل أخرى؟ محل لأنه ما عنديش محل بيتي مش دافع أجار محل ولا وهذا المعلق كله هيك هذول شالات هذا الشال هاي لفحات شنات هاي هون نوتر المكتب فيها أوراق طيب هذا الشال الكبير اللي زي هيك شو بسوى بالليرة الأردني قديش؟ دينار أردني 80 دينار 80 دينار هذا الشال هذا قماشته عادية يعني؟ لا قماشته كثير منيحة كله على ايدك طبعا كله تطريز يدوي طبعا هذا مفكية مرات الحمد لله لا هاي روح عندي روح وإصرار عندي روح لأنه في نتيجة وفاتحة بيت من وراه وجاي الشارجي يعني هذا جاي الشارك بدو ليش دعوة تيجي الشارجي بالضبط هاي للتليفون للخلوي الجهاز الخلوي وهون بصير عشان النسوان هذا بالضبط هاي هيك مشان جبرنا خاطر الزلام جبرت هذا بده يحطه على جنبه لا هذا للمكتب للمكتب طيب ساك الله ايام زمان يعطيك العافيه أعزائي المشاهدين إحنا وياكم هسا في وسط بلدة الزبابدي قلنا لكم قضى جنين وهذه المنطقة اللي إحنا فيها أخ أشرف معنا الأخ أشرف بداد من بلدية الزبابدي
المنطقة اللي احنا فيها اخ اشرف هذا البدل القديمي. اي البدل القديمي. الزبابدة القديمة هذه. الزبابدة القديمة. طيب الزبابدة القديمة، واحنا جايين طبعا انتم شايفين هالكعدة ولا في اجوس منها. هالكعدة هيك عبالة هالكش الله اعلم هي فستك ولا شو هي؟ لو فيها فستك هيك النكلش، على كل حال هذه البلدة هذه اللي كنت واحنا جايين سمعتك بتقول الببورية البوبرية اسمها هي. البوبرية هي المنطقة الأثرية هاي في اسمها البوبرية. شو يعني البوبرية؟ هي منطقة أثرية عمرها حوالي 200 سنة يعني قديم. هذا اسم قديم هذا بوبري قديم هيك من الأول يعني متعارف عليه إنه اسمها البوبرية. البوبرية يعني ما بنعرف شو معنى البوبرية. ما بنعرف شو نسبة لإيش مش ما بنعرف شو معنى. ما بجوز هذا الله يسرنا ختيار هيك نظفره قاعد زهكان تحت شجرة على عتبة دار يبقى يعرف شو معنى البوبرية. هي اسم كنعاني هو روماني هو يوناني هي فلاحي هي مدني. البوبرية منعرفش احنا بنعرف الببور اللي هو الببور ما تبكاش البوابرية. بس على كل حال اشرف احنا وياك متواصلين في هالجولة. شيء خلينا هذا المكان المقدس اللي احنا فيه تقريبا اول شيء شو اسم هذه الكنيسه وتقريبا قديش عمر هذه الكنيسه؟ هل هي قديمه ام حديثه؟ تاريخيا احنا موجوده بالكنيسه الثالثه التابعه لبطريركيه 30 في بلده الزبابده يلي تم تاسيسها سنه 1883 والمبنى اللي احنا موجودين فيه هي كنيسه الزياره تيمنا لزياره ابنه مريم العذراء لخالتها اليصابات. فكانت الزبابدة طريق مرور نحو مدينة عين كارم فيقال التاريخ أنه بقيت هون صدفوها أهل المنطقة ومن هون جاء الاسم كنيسة الزيارة تيمنا بمريم العذراء. والكنيسة هاي بنيت سنة 1973. أبونا هل هي الكنيسة الوحيدة في الزبابدة؟ لا أعتقد يعني هناك لابد أن يكون في أكثر من كنيسة. نعم بالفعل هناك 4 كنائس في بلدة الزبابدة تابعة لأربع طوائف هي كنيسة التي نحن موجودين فيها الآن في كنيسة الروم الأرثوذكس أيضا وكنيسة الروم الكاثوليك وكنيسة الإنجيليين. أبونا خلينا نطلع شوية من أجواء الكنيسة الزبابدة هذا الاسم هل عندك أحد الروايات عن منين أجى هذا المصطلح؟ هل هو كنعاني روماني يوناني أو إنه اسم جديد أو فلاحي مدني زي ما نقول؟ نعم هلأ بلدة الزبابدة هي بلدة يوجد فيها آثار مسيحية قديمة فيها قطع الفسيفساء من القرن 4 والـ5 والـ6 الميلادي وجاء اسم كلمة الزبابدة من كلمة زبدة حيث أنه أرض الزبابدة هي أرض خيرة وأرض معطاءة يعني فكانت أرض خير فمن هالمنطلق الزبدة والسمدة إلى هالمنطلق تبعها يلي سميت بهالاسم الزبابدة. أبونا إحنا حكينا أنه ثلثي سكان بلدة الزبابدة هم من إخواننا أهلنا المسيحيين النصارى لكن بالتالي في العائلات أهم العائلات الأصيلة في بلدة الزبابدة أهم العائلات الموجودة في بلدة الزبابدة والأصل من الزبابدة هي عائلة خليل إبراهيم عائلة دعيبس عائلة سعيد عائلة داود عائلة كمان كسبري في عائلة بعض العائلات الأخرى يلي موجودة في الزبابدة أو ساكنة في الزبابدة تابعة لكل الكنائس الموجودة عندنا. حسب معلوماتك أبونا يعني الناس في هذا البلد عليش عايشين على الزراعة ولا تربية المواشي ولا؟ في عندنا ما يقارب نسبة 15% هم تجار وفي عندنا تقريبا 3% مزارعين وأيضا تربية المواشي في عندنا تقريبا 2-3% من أهل البلد يلي بتعايشوا من هاي القطاعات الموجودة عندنا. يعطيك العافية أبونا وشكرا لك أعزائي المشاهدين خليكم مع نافذ وبعدنا في بلدة الزبابدة شو مخبي الزبابدة من مفاجآت لا تروحوا بعيد يلا.
يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ اشتاق لك. نتعرف عليك. بالأول مين حضراتكم؟ أول إشي بدك جيب لنا هالترابيزة أستاذ أشرف، خلينا نقعد جنب هالبرتشي ونخلف إحنا وياه. إحنا برنامج حروف وطن، عاملين حلقة عن الزبابدة وأهل هالطياب وعاداتهم وتكاليدهم وخلاليف أيام زمان. اقعد يا زلمة قصتنا طويلة، اقعد. أبو إيش البرتشي؟ أبو أيمن. أبو أيمن كيف حالك؟ الله يسلمك. شايفك الشو بعدكك بزرب هيك وسالح. من حم الدنيا. من حم الدنيا، أيام حصيدة مش هيك بقولوا؟ لا أكثر. ما هي اليوم أيام حصيدة ولا أكثر؟ أكثر من حصيدة. وهي السيجارة مولعها. أي نعم. وبتستعد. المهم أبو إيش البراتشي؟ أبو أيمن. أبو أيمن، قديش عمر البراتشي؟ تراعينيش ها؟ لا بديش أراعيك. احكي لي الصحيح، مش أنا أيمن. 67 سنة. شباب. كل اللي بيننا وبينك سنتين ثلاثة. قولوا غير شباب ما شاء الله. هيك قولوا غير هيك. شباب بدي أسألك سؤال وبدي أعطيك هدية، بس أول إشي بدنا أنا، أنت قضيت 67 سنة في البلد هان؟ نعم. لا رحت ولا جيت؟ لا رحت ولا جيت. شو بكيت تشتغل؟ مدرس. مدرس قم للمعلم وفيه التبجيلة يقول شوقي وما درى بمصيبتي. فيها مصايب الشغلة يا جماعة. كلبه مشوي باين علي أبو أيمن. كلبه مشوي أبو أيمن. قم للمعلم وفه التبجيل، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولة. وخمولة. بس أنا مش من هاي النوعية. طيب أنت من الزبابدة؟ نعم. من أي حمولة؟ من أي عشيلة؟ من أي عيلة؟ من دار الدعيبس. من دار الدعيبس؟ نعم. والنعم للسبعة نعام من دار الدعيبس وعلى الزبابدة كلياتهم. كلياتهم. احنا برنامج حروف وطن كنا له. نعم. والزبابدة حرف من حروف فلسطين. نعم. هسا دار دعيبس ليش قالوا عنها الزبابدة؟ ليه سموها الزبابدة يا طويل العمر؟ والله بالضبط ما حدا بيعرف عنا هون ليش. شايف؟ يعني ما لهاش علاقة بالسمنة بالزبدة باللبنة بالجبنة؟ لا، ما الزبدة زبدة. زبابدة غير. بجوز يعني جمع زبدة تطلع. ما عندكش عليه؟ لا لا ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. لا طب كم عيلة فيها؟ عسل يعطيني الإجابة. خذ من عدلك. دعيبس، سعيد، إبراهيم الخليل، أبو غنام، كسابري، التركمان، التركمان، العواد. طيب الشرقاوي. بلش لي فيهم، بلش لي فيهم. أول دعيبس. نعم. مسلمين ولا مسيحية؟ مسيحية. مسيحية. نعم. مين أخرى؟ عواد. مسيحية. دار خليل أبو خليل؟ خليل إبراهيم، إبراهيم الخليل مسيحي. طيب بسرعة قبل ما ننهي اللقاء. الزبابدي ثلثين مسيحيين وثلث مسلم ولا ثلثين مسلمين وثلث مسيحيين؟ أنا بعتقد النسبة 40% إلى 60%. أنا مش 60%، يعطيني الهدية. المسيحي 60%. المسيحي 60%. نعم. متأكد؟ يا مبروك عليه. الله يبارك. من نهوند الإنتاج الفني برنامج حروف وطن، هذه الهدية. شكرا لك أبو أيمن. أهلا فيك. نتمنى لك ليلة سعيدة أبو أيمن. أعزائي المشاهدين، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا في بلدة الزبابدة زي ما انتم شايفين اللي فيها مهرجان. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا وتشيفتوا بهالحلقة الحلوة. حتى ألتقيكم، إلى اللقاء.